أشدد هواياي إليك علي أرجع أشدد هواياي إليك علي أرجع يا من خزائن رزقه في قولكم أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع فبالافتقار إليك فقري أدفع ألقيت في جوف الدجى قلبي لكي يلغي همومي عندكم تتضرع يا مالك الملك الذي ملك الهوى أشدد هوى سوى قرعي لبابك حيلة ولئن طردت فأي باب أقرع بالذل قد وافيت بابك عالما إن التذلل عند بابك ينفع إن التذلل عند بابك ينفع وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي سائلا أتضرع فمن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن عبيدك يمنع إن كان فضلك عن عبيدك يمنع وطف بنا يا من إليه المرجع ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق شافع ومشفع خير الخلائق شافع ومشفع